كانت موجودة. فالريجيونال أوتلوك يعني التقرير الإقليمي لموضوع إدارة النفايات من مكتب غرب آسيا. طبعا الغطاء أو الطلب لإنتاج هذا التقرير هو له طلبين رئيسيين. الأول من دولة اليونيا، الأمانة اليونية، مجلس الأعلى للأمم المتحدة للبيئة، وأيضا المجلس الوزاري العرب كامري اللي نحن رح نجتمع فيه بعد أسبوع. وفي طلبات محددة كانت من الدول، وكان في ريزولوشن من اليونية واضحة على موضوع ضرورة عمل مثل تقييم إقليمي لموضوع إدارة النفايات الصلبة في منطقة غرب آسيا. فرح نعرض بس هلأ الفايندينجز، يعني المخرجات الرئيسية اللي تم تحديدها ضمن هذا نسميه الأوتلوك. عدد أو كمية النفايات المنتجة بالدول العربية عم تزداد مقارنة بين 2010 وقت كانت 46 مليون طن، لحد الآن هو 57 مليون طن. طبعاً عم نشوف في نزول قليل بآخر سنة، بس لسه العدد رقم الكميات المنتج الكميات النفايات المنتجة رقم جداً جداً عالي، 57 مليون طن ب 2016. المنطقة هي فقط غرب آسيا، بس فقط للتوضيح. بعد أيضا الداتا اللي طلعناها من الريبورت، يعني بعد الظروف السياسية والإقليمية لمنطقتنا هي موضوع اللاجئين اللي هو أكثر من أكثر تحديات بتواجهها غرب آسيا. فالعدد كمية النفايات التي كانت إكسترا بسبب اللاجئين كمان منشوف الأورانج، كيف طبعا جوردن الأردن من أكثر المتضررين، وفي سوريا وفلسطين والعراق واليمن وإلى آخره. وأيضا بعد المؤشرات أو الداتا بتشوف إنه كمية النفايات تزداد بشكل هائل ضمن فترة الحج بالمملكة العربية السعودية. بعض من الداتا بتخلينا نشوف كمان انه الاورجانيك ويست بيشكل يعني تقريبا 50% من النفايات الصلبه بالدول العربيه. يعني 50% من ال 57 مليون طن هي نفايات عضويه. من هال 50% 85 هي طعام، نفايات طعام، هدر طعام، خلينا نقول. وهذا الشيء بيأثر مثل ما كلكم تعرفوا على الانبعاثات الجرين هاوس غاز ايميشن وانبعاثات غاز الميثان. وهي بعض الداتا ايضا كيف الاورجانيك ويست او النفايات العضويه اللي عم بتشكل نسبه اكبر من النفايات بالوطن بالمنطقه غرب اسيا. الرقم الكتير كمان شوي انا بالنسبه لي كان صادم، هو 24 طن من النفايات تنتهي باللاندفيلد أو بمكب في النفايات غير صحي وغير مسيطر عليه وموجود بأوبن سبيس، يعني 84 طن من 57 طن. طبعا هذا كمان له أضرار جدا جدا كبيرة بموضوع الانبعاثات الجرين هاوس غاز وموضوع انبعاثات غاز الميثان إلى آخره. كمان في يعني ازدياد مثل ما ذكرنا بالنفايات الذي لم يتم لمها مثل ما بيقولوا، يعني النفايات اللي ما تم تجميعها بالطريقة النظامية خلينا نسميها. وهي النسب قدامكم، عدد الطن يعني مثلا ب 2012 كان تقريبا 10 طن، هلأ كل ما له عم يزيد. الداتا موجودة فقط لعام 2016. في ضعف كبير، وهذا فينا نعممه بجميع تقريبا الدول العربية وخاصة منطقة غرب آسيا، على موضوع فصل النفايات وخاصة النفايات الإلكترونية الإيويست. تقريبا في غياب كامل عن هالموضوع. الحاجة بكل
الداتا اللي شفتوها ومثل ما ذكر حسام إنه الموضوع صار أولوية كبيرة بالنسبة لنا، وفي كتير يعني معالجة للنفايات بشكل التدوير والفصل كتير قليل، يعني فقط 5.7 طن من النفايات من أصل 57 طن هي يتم معالجتها بالوطن العربي، يعني تقريبا أقل من 10%، أو مو بالوطن العربي سوري، منطقة غرب آسيا. فكلنا بنعرف البزنس موديل اللي لازم نحن نحاول نضمنه ضمن السياسات البلد وإلى آخره، هي دائما البريفنشن، المينيمايزيشن، الريوز، الريسايكلينج إلى آخره، يعني اللايف سايكل تبع الويست اللي كلكم بتعرفوها. آخرا يعني أحد المخرجات الأساسية من ضمن التقرير بتقول إنه مثل ما ذكر حسام، موضوع إدارة النفايات منطقة غرب آسيا هو أولوية كبيرة، والتقرير بيدعو إنه يكون في political commitment من الكونتريز لمعالجة هالنفايات. مثل ما ذكرنا الريبورت لسه ما تم طرحه بشكل رئيسي، حبينا نعرض عليكم بس الفايندينجز لنعطيكم فكرة، وإن شاء الله قريبا بيتم إطلاقه.